السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم طلاب الصف الثامن؟ طبعاً الحصة السابقة تعرفنا عن أقسام الجملة في اللغة العربية، وحكينا يا ثامن إنه الجملة هي قول مفيد يتم به المعنى، وفرقنا بين الكلمة وبين الجملة. حكينا إنه الكلمة يعني عبارة عن كلمة واحدة، أما الجملة تركيب مكون من كلمتين أو إيش أو أكثر. الآن عرفنا الجملة الاسمية، حكينا هي الجملة التي تبدأ باسم، وقلنا عشان نميز بين الجمل راح ننظر إلى أول كلمة. إذا كان اسم أنا راح أعتبر الجملة اسمية، وإذا كانت الكلمة الأولى فعل فراح أعتبر الجملة إيش؟ فعلية. تكلمنا عن الجملة الفعلية، عرفنا الجملة الفعلية، حكينا يا ثامن إنه الجملة الفعلية ممكن يكون فعلها ماضي أو مضارع أو أمر، وحكينا إنه ممكن يكون فعلها لازم أو متعدي، وحكينا إنه ممكن يكون فعل الجملة الفعلية إما مبني للمعلوم إذا ذكر الفاعل، أو مبني للمجهول إذا لم يذكر إيش الفاعل. وصلنا الحديث عن الإسناد، وعرفنا الإسناد، قلنا الإسناد هو ضم كلمة إلى كلمة بحيث يكتمل المعنى. لما عرفنا الإسناد حكينا هو ضم كلمة إلى كلمة بحيث يكتمل المعنى. يعني تعمل أنا قاعد بضم كلمة إلى كلمة عشان تعطيني الجملة دي معنى إيش؟ معنى مكتمل. وحكينا إنه في ركنين الإسناد، أركان الإسناد، حكينا إنه في عنا المسند، وحكينا في عنا المسند إليه. وضحنا يا تعمل أركان الإسناد بالنسبة للجملة الفعلية، حكينا إنه الجملة الفعلية سواء كان فعلها مبني للمعلوم أو مبني للمجهول، الآن راح يكون المسند هو الفعل والفاعل هو المسند إليه بالنسبة للجملة المبنية للمعلوم. أما بالنسبة للجملة المبنية للمجهول راح يكون المسند هو الفعل والمسند إليه هو نائب إيش؟ هو نائب الفاعل. الآن بعد ما انتهينا من الجملة الفعلية ووضحنا أركان الإسناد فيها، رح ننتقل إلى الجملة إيش؟ إلى الجملة الإسمية. الآن أنا لما أحكي يا تامي جملة إسمية، قلنا الجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ باسم. رح نكتب مجموعة من الأمثلة وراح نعرف الجملة الإسمية، نوضح أركان الجملة الإسمية، بعدين راح نتعرف على أركان الإسناد في الجملة إيش؟ في الجملة الإسمية. خلينا مع بعض نكتب الأمثلة. الشمس ساطعة. المثال الثاني، الكتاب مفيد. ثلاثة، الطفل لطيف المحضر. الآن هون يا تامر أنا كتبت مجموعة من الجمل الإسمية، راح تحكي لي ليش اعتبرنا هاي الجمل الإسمية. أول إشي اعتبرنا هاي جمل مش كلمات، لأنها تركيب تكون من كلمتين أو أكثر. هون تكون من كلمتين، هون من أكثر من إيش؟ من كلمتين. لما يكون زي هيك الوضع عندي يا تامر بعتبرها جملة. طيب لما حكينا عن تمييز الجمل الإسمية والفعلية، راح أنظر إلى أول كلمة، الشمس، الكتاب، الطفل. طبعا جميعها أسماء، بما انه يتم جميعها اسماء، اذا معناته راح تكون هون عندي جمل ايش؟ جمل اسميه. اذا جمل جميعها بدات باسم، اذا راح اعتبرها جمل ايش؟ راح اعتبرها جمل اسميه. راح نشوف، نقرا المثال الاول مع بعض. الشمس ساطعه. الان انا حكيت الشمس اسم، بنلاحظ اسم مرفوع بدات به الجمله وكان موضوع الحديث. احنا قاعدين نتحدث عن الشمس، موضوع حديثنا يا تامر الشمس. شو خبرنا عن الشمس؟ لأنها ساطعة. إذا الاسم المرفوع الذي تبدأ به الجملة ويكون موضوع الحديث راح أنا أعتبره مبتدأ. إذا الشمس هون مبتدأ مرفوع
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. شو خبرت على الشمس؟ أنا خبرت على الشمس لأنها ساطعة. إذا ساطعة خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. طيب الكتاب مفرد نفس الشيء، بدأت الجملة باسم اللي هو الكتاب. طبعا هون عندي علامة من علامات الاسم اللي هي التعريف، وهون نفس الشيء يتابع التعريف علامة من علامات ايش؟ الاسم. الآن اسم مرفوع نفس الشيء، بدأت في الجملة، الكتاب كان موضوع حديثنا، أنا بدي أخبر عن الكتاب فخبرت عن الكتاب بأنه ايش؟ بأنه مفيد. طبعا يعتمد المبتدأ والخبر دائما مرفوع، ممكن يرفع بالضمة، ممكن بالألف، ممكن بالواو، المهم أنا بدي أعرف إنه دائما المبتدأ والخبر دائما يأتي مرفوعا. إذا هون نفس الشيء، الكتاب مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، ومفيد خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. الطفل لطيف محضري، خلينا نشوف يا تامر هاي الجملة. الآن أنا ما أحدد المبتدأ والخبر، مش شرط الكلمة اللي بتيجي بعد المبتدأ على طول تكون الخبر. أنا بعرف الخبر كيف يتعمل، لما الكلمة اللي بخبر فيها عن المبتدأ هي راح تكون عندي الخبر اللي أعطتني معناتها. خلينا نشوف الطفل، طبعا موضوع الحديث اسم مرفوع، إذا هو المبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الآن شو خبرت عن الطفل بأنه إيش؟ بأنه لطيف. إذا الخبر وين؟ أنا خبرت عن الطفل بأنه لطيف صح؟ إذا لطيف هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والمحضر شو راح تكون عندنا؟ راح تكون مضاف إليه، طبعا يتم المضاف إليه دائما مجرور وعلامة جره إيش؟ الكسرة. ماشي؟ إذا الجمل اللي أمامنا جمل إسمية، معناته إحنا راح نستنتج أركان الجملة الإسمية. في عندي ركنين، أول ركن المبتدأ، ثاني ركن الخبر. راح نحط بين قوسين تامي مرفوع عشان تعرف إنه دائما يأتي مرفوع. الآن لما عرفنا المبتدأ شو عرفنا؟ هو اسم مرفوع تبدأ به الجملة ويكون موضوع الحديث. إذا يا تامي المبتدأ هو اسم مرفوع تبدأ به الجملة وبكون موضوع ايش؟ موضوع الحديث. بالنسبة للخبر نفس الشيء، هو اسم مرفوع نخبر به عن مين؟ عن المبتدأ. يعني يا تامر وين في الجمل الإسمية؟ وين المخبر به؟ وين المخبر عنه؟ إحنا خبرنا عن مين؟ عن الشمس. خبرنا عن مين هون؟ عن الكتاب. هون خبرنا عن الطفل. إذا هاي أنا راح أعتبرها المبتدأ مخبر عنه. الشمس إنها ساطعة، الكتاب بأنه مفيد، الطفل بأنه لطيف. إذا في المبتدأ راح يكون عندي هو إيش؟ مخبر به ولا مخبر عنه؟ خبرنا عنه، يعني هو مخبر عنه. طيب الخبر خبرنا به عن المبتدأ الساطعة عن الشمس، معناته الخبر راح يكون مخبر به وليس مخبر ايه؟ المخبر عنه المبتدأ، والخبر مخبر به، يعني خبرنا عن المبتدأ به. إذا الخبر مخبر به. طيب بعد ما تعرفنا عن أركان الجملة الإسمية، عرفنا المبتدأ والخبر، الآن راح ننتقل عشان نحدد أركان الأسناد. الآن خليك معي يا تامي، أسندنا السطوع إلى الشمس، حكينا الشمس ساطعته. أسندنا الإفادة إلى مين؟ إلى الكتاب. أسندنا اللطف إلى الطفل. الآن وين المسند؟ وين المسند إليه؟ أنا حكيت أسندنا ساطعة صح؟ أسندنا مفيد، أسندنا لطيف، إذا هاي شو بنسميها؟ مسند ساطعة إلى الشمس، مفيد إلى الكتاب، لطيف إلى الطفل، معناته هاي اللي عندي شو راح أسميها؟ راح أسميها مسند إليه. معناته يا تامن أركان
الإسناد في الجملة الاسمية رح يكون عندي المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند. رح يكون عندي المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو إيش؟ والخبر هو المسند. طيب بالنسبة للجملة الفعلية الآن أنا رح أميز في الجملة الاسمية أركان الإسناد في الجملة الاسمية رح يكون هون عندي المسند هو الخبر والمسند إليه هو مين؟ والمبتدأ. الآن يا تامر في الجملة الفعلية كان عندي العكس، في الجملة الفعلية كان العكس، كان عندي المسند هو الفعل والمسند إليه هو مين؟ هو الفاعل. بالنسبة للإسناد عشان تميز في الجملة الفعلية المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل في حالة المبني للمعلوم ونائب الفاعل في حالة المبني لإيش؟ المبني للمجهول. نتحدث شوي يا تامن عن على عن رفع المبتدأ والخبر. احنا في اغلب الحالات ياتي المبتدأ والخبر مرفوع وعلامه رفعه الضم. الان ممكن المبتدأ يجي مرفوع بالالف والخبر ممكن يجي مرفوع بايش وعلامه رفعه الواو. خلينا ناخذ مثال. الولدان نشيطان. تمام. المعلمون مخلصون. التلاميذ أذكياء. نلاحظ يا تامر إني أنا كتبت جمل اسمية. الآن لما أعرف مبتدأ وخبر في أغلب الحالات يأتي مرفوع وعلامة رفعه الضمة باستثناء إذا كان عندي المبتدأ والخبر مثنى. كيف يعني مثنى؟ يعني دال على اثنين. وأنا بميز المثنى إنه نون المثنى دائما تأتي إيش؟ دائما تأتي مكسورة. الولدان نشيطان بنلاحظ في كسرة، بس أنا لما أعرف يا تامر ما بحكي مرفوع عن رفعه الكسرة. الآن المثنى يعرب بالحروف وليس بالحركات. يعني الولدان نشيطان، طبعا هون مبتدا خبرنا عن الولدان انهم ايش؟ نشيطان، فراح احكي مبتدا او الثانيه خبر راح يكون مرفوع وعلامه رفعه مين؟ الالف لانه مثنى. الالف لانه مثنى. إذا كان عندي المبتدأ والخبر مثنى راح أحكي علامة رفعه بالألف، وبميز المثنى إنه نون المثنى يتامي دائما تيجي دائما تأتي مكسورة. طيب المعلمون مخلصون. الآن المعلمون مفردها المعلم ومخلصون مفردها أخلص، معناته هون عندي جمع إيش؟ جمع مذكر سالم. الآن يتامي شو الفرق بين نون المثنى وبين نون جمع المذكر السالم؟ بنلاحظ إنه نون جمع المذكر السالم مفتوحة بينما نون المثنى تأتي إيش؟ تأتي مكسورة. إذا المعلمون هي مبتدأ خبرنا عن المعلمون بأنهم مخلصون خبر، بس كمان نفس الشيء جمع المذكر السالم يعرب بالحروف وليس بالحركات. يعني لا تقول لي مرفوع عن رفع الفتحة، لا، شو راح تكون علامة رفعه يا تامر؟ الواو مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. التلاميذ أذكياء، هون عندي جمع تكسير، راح أعرف هذه مبتدأ وخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ماشي يا تامر؟ خلينا ننتقل الآن إلى عندي تدريب، تدريبات على الكتاب صفحة 7. هون الأمثلة ما كملناها.
الآن الحصة السابقة وضحنا هاي الأمثلة اللي هي عن الجملة الفعلية، راح ننتقل لمجموعة باء اللي هي عن الجمل إيش؟ عن الجمل الاسمية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الآن يا تامر، راح نأخذ هاي الآية وراح نوضح أركان الإسناد في هاي الآية، وراح نبين المبتدأ، وراح نبين إيش؟ راح نبين الخبر. الله نور. الآن عندي موضوع الحديث لفظ الجلالة الله، معناته راح أعتبرها مبتدأ. طبعاً مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن خبرنا عن الله بأنه نور، معناته يتم النور هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والسماوات مضاف إليه. طيب الآن لو أجينا طلعنا وين المسند، وين المسند إليه؟ طبعا عندي هون جملة اسمية، حكينا الإسناد في الجملة الاسمية، مين راح يكون مسند؟ يا تامر، راح يكون المبتدأ هو المسند إليه، والخبر هو إيش؟ هو المسند. هون عندي المبتدأ الله، إذا المبتدأ الله هي مسند إليه، إذا الله مسند إليه، ونوره هي إيش؟ هي المسند. أسندنا النور إلى الله، إلى يعني الله مسند إليه، ونور هي إيش؟ هي المسند. خلينا نشوف المثال الثاني. الفكر أساس الحضارة. الفكر أساس الحضارة. عندي جملة اسمية، الآن موضوع الحديث الفكر اسم بدأ في الجملة، إذا راح يكون عدد حالي وثامن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خبرنا عن الفكر بأنه أساس، أساس هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والحضارة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب خلينا نشوف وين أركان الإسناد. الآن الفكر هي المبتدأ، إحنا أسندنا الفكر أساس، وين المسند؟ وين المسند إليه؟ الفكر هي مسند إليه لأنها مبتدأ، والخبر اللي هو أساسه هي إيش؟ هي المسند. ماشي؟ احنا سند اساس الى الفكر، هاي المسند وهاي ايش؟ المسند اليه. طيب جائزه ملكه رانيا للمعلم المتميز تكريم وطني لدور المعلم. الان راح نطلع على كلمه جائزه. جائزه طبعا هي المبتدا لان اسم بدات في الجمله موضوع الحديث، مبتدا مرفوع وعلامه رفع الضمه، وهو مضاف بالملكه مضاف اليه مجرور وعلامه جر الكسره. الآن وين الكلمة اللي خبرت عن المبتدأ وعطتنا اكتمل فيها المعنى؟ جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز، بعدنا ما كملنا المعنى تكريم. إذا الكلمة اللي خبرت عن الجائزة بأنها إيش؟ بأنها تكريم. إذا تكريم هي إيش؟ هي خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. معناته يا تامر راح أحكي جائزة بما إنها مبتدأ، إذا راح تكون مسند إليه، وتكريم بما أنها خبر راح تكون مسند. سباق الدراجات هواية ومتعة. الآن بالنسبة سباق الدراجات هواية ومتعة، طبعا سباق اسم مرفوع بدأت به الجملة، وهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، الدراجات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الآن أنا بعد ما خبر ما سباق الدراجات، وين الخبر اللي اكتمل فيه المعنى؟ خبرنا عن السباق بأنه هواية،
إذا هواية هو خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، معناته سباقه مبتدأ مبتدأ، معناته راح تكون هي عندي مسند إليه، وهواية بما إنها هي الخبر راح تكون هي إيش؟ هي المسند. يعطيكم العافية تامن. الحصة القادمة إن شاء الله راح نحل التدريبات، تدريب واحد راح نبلش فيه إن شاء الله.